أول حاجة السلام عليكم، معكم البراهمي فريد، صانع ديال الجلج البلدي. أول حاجة حنا كنستنكرو بعد أول حاجة الطريقة باش جاو بها هاد الناس هادو. حنا كصناع تقليديين جينا من فاس، تقريبا عندنا أكثر من 24 سنة وأنا في هاد الوجهة هادي. هاد الصناعة هادي ماشي سهلة باش الإنسان يتعلمها، لأنه هو أول حاجة الناس كي المسؤولين تيخسروا واحد المبالغ خيالية باش أنهم مثلا يديروا التكوين ديال الشباب وداك الشيء. فاحنا عندنا الشباب مكونين، أنا معايا خمسة ديال الشباب كيخدموا معايا، اللي مجوج اللي عنده وليداته اللي تيخدم على والديه. وحنا حنا ماشي ضد هذا المشروع، أول حاجة ماشي ضد المشروع، ماشي ضد حتى شي حاجة، ولكن حاجة وحدة اللي بقات فيا أنايا، احنا ما كان هذا الشيء تشمل الجامع ما يبقاش فينا الحال. انا اول حاجه كندير جلج بلدي، كنتفاجئ ملي كنمشي عندهم كيقول لك اودي جلج بلدي ما ماشي معنا في المشروع. والجلج البلدي مع الاسف انه تسميتو عنده علاقه كبيره مع الفخار، هو التكميله ديال الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه في سميتو جلج بلدي راه كله يدوي، حرف يدويه، يعني كلها تقريبا الخدمه ديالو كلها يدويه. فهذه صناعه تقليديه فسيفساء. انا ملي كنمشي كنتسائل معاهم كنقول لهم اودي علاش انا ما عنديش ما كنتش معنا في البرنامج ديال الاستفاده، تيردوا عليا تيقول لك لا الجلج البلدي ماشي في سميتو، هذا السوق اللي عطينا القصابه والخزاف. وكنتفاجئ انا ملي كنمشي لتماتي وتمشيو لتما وتشوفوا بعينيكم تماتي وتصوروا المسائل، كاين الجلج البلدي، كاين الفيفورجي وكاين العود، علاش حنا نتقصاو؟ وهذه حقره. هذه إذا كان سيدنا مثلا عنده وصية على الصناعة التقليدية، فالصناعة التقليدية خاصها تشمل الجميع. إذا كان عندهم شي، أنا ما بغاش يتفهم لي، أنا تناقض. ملي كنمشي عندها تقول لك أودي الجلج البلدي لا ماشي معنا في المشروع، وملي كنمشي تلقاه كيقول لك لا البازارات هذوك بازارات، لا أنتم الجلج البلدي راه ماشي في سميتو، من بعد عاد نشوف لكم الحل. تيبان ليا كاين اختلالات وكاين خروقات ما نعرفش، لان انا ما عارفش، ولكن ملي تنتسائل انايا كنقول اودي علاش انايا ما استفدتش، اذا هذه علامه استفهام. انا ما فهمتش انا شنو علاش هذا الشيء هذا. انا واحد الساعه انا السؤال اللي محيرني، الا كان الصناعه التقليديه كتخسر عليها واحد المبالغ خياليه باش انهم يكونوا شباب، وباش انهم مثلا بحال دابا وفوق هذا الشيء، هذا الشباب هذا حنا اخر 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 شباب اللي انه كيمارسوا الصناعه التقليديه، ما بقاوش الناس كيتعلموا ليها، حيث ان الظروف ديالها صعيبه وما كاينش الدعم ديالها. وزاره الصناعه التقليديه عمرها ما عرفتنا، الغرفه ما غرفه ما تيجيو فوقاش نعرفوهم، حتى تيجيو الانتخابات عاد تيجيو تيقول لك لا حنا كانوا خصنا نسميتو كذا الانتخابات وبرامج والى اخره، ولكن من بعد داك الشيء راه ما كنشوفوا منهم حتى شي حاجه. انا خويا عندي انايا في هذه الحرفه انا 35 سنه، ولكن في الولجه شي 24 سنه وانا في الولجه. كاين الاخوان، كاين واحد المحل راه هو قبال تسمى وتا هو كيدير الجلج البلدي، كاين شي محل حدا اخر تنظن انا كيدير الجلج البلدي. ومع الاسف انا شوف نقول لك واحد القضيه، الصناعي الحقيقي اللي هو كيمارس واللي هو كينتج بيديه وكيحط سميتو تحت في يديه، مع الاسف هو اللي ما استفدش، اغلبيه غير بيع 10 يوم اللي استفدوا. ما عرفناش حنايا علاش سميتو هذا الاقصاء، ما عرفتش علاش هذا الاقصاء هذا. هاد الاقصاء هذا انا ما كنسميتو، ومع العلم اننا ملي كيجيو عندنا هادي سميتو في معرض الكتاب سميتو وزاره الثقافه، بقى ليها واحد المده معينه سميتو بغا شي طابلو مثلا هكا يعني اللي يفتخروا بالجلج البلدي وداك الشيء، جاو عندنا لهنايا وكنا معاهم ايجابيين وجدنا لهم منتوج اللي حمر لهم الوجه. وبزاف ديال الحالات اللي مشينا خدمنا على برا مثلنا بلادنا، شي الصناعه التقليدي راه كيمثل راه سفير. اول حاجه كنعطي واحد الصوره ايجابيه لبلادنا، احنا ماشي مثلا بحال دابا مهمشين ولا شي حاجه اللي يتهمشونا بهذه الطريقه هذه، ما نستحقوش اننا يتعاملوا معنا بهذه الطريقه. واخا انه غير هذه القضيه لانهم مثلا خلونا في هذه الحاله هذه، كلشي استافدوا كيريبوا، وهانتم كتشوفوا الناس كيريبوا محالاتهم، وبقينا حنايا زعما هكا ما كاينش اللي دافع علينا، ما كاينش اللي يهضر معنا. جوج حاجات، جوج مرات اللي جاو عندي لهنايا، بعد اول حاجه مساله السيده اللي تنحترمها، هذاك السيده الباشا كنحترمها كتهضر مزيان ومؤدبه، والسيده القايده انا بكل صراحه انا ملي جات لعندي لهنايا وانا صراحه النفسيه ديالي ماشي هي هذيك، لان جاوا بواحد الطريقه تعسفيه كبيره بزاف. انا يا ما فهمتش واش هذوك الناس، لا هذوك الناس كيمثلوا واحد وظيفه اللي هي ساميه، وباش ان تتواصل مع المواطن، والله ما عرفتش واش مجرم ولا مواطن انا بعدا.
انا الساعه اللي دخلوا عندي تمايتين دخلوا عندي بواحد الطريقه ديال انهم عصابه جاوا عندي ماشي سلطات ماشي سلطه كل صراحه جاوا عندي تليفون هادي ما تسكتش انا كنبغي نجاوب على الهضره اللي تيقولوا لا تسكت انت هادي وهادي ما فهمناش واش هاد البلاد هادي وصلت لهذه الدرجه هكا الا وصلت لهذه الدرجه هادي فهو لا اله الا الله على المغرب كل صراحه يعني المواطن المغربي المواطن الشريف فهو ما بقاش عنده مكانه في هذا المجتمع هذا كل صراحه انا صراحه كنادي سيدنا هنا هو الوسيل الوسيل لنا وكناديه لانه يدخل في الموضوع ديالنا وكان وكل صراحه والله ما عندي التعابير اللي غنعبر لانه هو حسينا بالحقره بكل صراحه وكان نادي كان نادي ديما كان نادي سيدنا الله ينصرو بانه مثلا يدخل فينا ويشوف معين الرحمه لينا انا عندي اسره وعندي وليدات عندي وليدات وعندي ناس خدامين معايا خدامين معايا حتى هما عندهم اسر وعندهم عندهم مسؤوليه وعندهم بزاف د الحويجات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.